سلام حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. سمحوا لي، عارفه راسي غبرت عليكم بزاف مده طويله، هذه تقريبا شهر ونص، طالعه في شهرين ما درتش لكم فيديوهات، وهذا هو السبب ديال هذا الفيديو. هذا قلت اني ما غنجيش نرجع لكم هكذا بلا والو، خاصني ضروري نعطيكم دي زيكسبليكاسيون اولا توضيحات. علاش؟ حيت بزاف منكم اللي سولوا فيا سوا في لي كومونتير، بزاف منكم اللي صيفطوا لي ميساجات في الانستغرام. بيان سور هادشي كيفرحني بزاف، وكنحس بلي عندي واحد الناس اللي كيبغوني. اوكي، باينه تلفت على الكاميرا، كيبين بلي عندي واحد الناس اللي كيبغوني، انا كنبغيكم بزاف، وفريمون فرحت من قلبي اني غنرجع لكم. ما بغيتش نجي ندخل عليكم بواحد الفيديو جديد هكذا نيشان بلا ما نشرح لكم السبب ديال الغياب ديالي لا والو. نو، قلت ضروري ندوز من هذا الفيديو هذا نشرح لكم فيه السبب ديال فين كنت، علاش غبرت، علاش ما بقيتش حتى فيديوهات في يوتيوب، ومن بعد عاد نرجع لكم بالسوجي اللي غتطلبوهم نتوما، السوجي اللي كتقترحوا عليا. هذا حوايج متنوعين، سواء على الخدمه من الانترنت، كيف كنشوف لي هادو هما لي سوجي اللي كتبغيوهم بزاف، سينو اوسي لي زوبيراسيون اللي كان ماشي اوبيراسيون بون، دوك لي سوان استيتيك داكشي اللي كندير هو كيعجبوكم. المهم دي فلوغ، اي حاجه اي حاجه عاوتاني غنبدا نشارك معاكم. فوالا، ندخلو الموضوع الاساسي ديال الفيديو ديال اليوم، هو السبب اختفائي. ساره، علاش غبرتي من اليوتيوب؟ مرة كنت كنطلع عليكم في الانستغرام، ماشي ديما بيان سور، وبزاف الناس كانوا كيدخلوا يقولوا لي فين غبرتي، علاش غبرتي، وهذه كاين اللي كنجاوبو كاين اللي ما كنقدرش نجاوبو. السبب علاش ما كنتش كنبان عندكم هنا في اليوتيوب هما صراحه عده اسباب. واحد متعلق بواحد، كيف كتعرفوا انا مؤخرا دابا واحد العام ونص عام كنت عايشه في باريس، مدينه ديال باريس. علاش؟ بسبب الخدمه ديالي كانوا صيفطوني بوغ ان ديبلاسمون في باريس. صافي، بقيت في باريس، ما كنت كندير لكم فيديوهات وكلشي لا لاحظتوا. من بعد جا الكوفيد، منين جا الكوفيد شهر خمسة تحبس البروجي ديالي، يعني البروجي عند الكليون اللي انا خدامه عنده تحبس. حيت كيف كتعرفوا انا بريستاتير، انجينيور بريستاتير، يعني كيبقاو يصيفطوك لدي بروجي في بزاف ديال البلايص، بزاف ديال المدن، وهادي فمع الكوفيد لو كليون حبس هذاك البروجي. دوكو كان خاصني نفكر في شي حل، سواء نبقى في باري نقول خدمتي يقلبوا لي على بروجي اخر، سواء نرجع في حالي للمدينه الاصليه اللي كنت عايشه فيها. وبما انني ماشي غير انا، كاع الناس مبلوكين وواقفين بسبب الكوفيد او بسبب الكورونا، فالخدمه ديالي ما قدروش يلقاو لي بروجي في باري. ديكو كان خاصني نرجع للمدينه اللي انا فيها. داكشي علاش بديت كلشي ازيرو، يعني لقيت هنايا خدمه جديده، بروجي جديد، كان خاصني نقلب على دار. في الاول ما كانش سهل انك تلقاي دار، كنت ايبرجي عند صحاباتي في الاول واحد شهرين هكذا، كنت مسكنين من صحاباتي الله يكثر خيرهم، وكنشكرهم بزاف من هذا الفيديو هذا. ومن بعد لقيت الدار، اون فوا كتلقاي دار خاصك تفرشيها، خاصك المهم راكم عارفين ديك التماره ديال طلع وهبط باش تبدلي لادريس في الوراق كاملين، باش تقلبي على لي موبل، باش او ميم طون راكي خدامه، يعني هادشي كله خاصو يدار غير في العشيه. باغي ما كانوش طالقي ليا الانترنت، كنت غير بالانترنت ديال التليفون وصافي، ما كانت عندي لا تلفازه لا والو هاد لا بيريود كامله. ديكو شويه كان صعيب اني نجي نطلع لكم فيديوهات وهادي نقول لكم كتو فا بيان، وانا راه صراحه كان عندي بزاف ديال ستريس، وكان عندي بزاف 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 ما يدار، او ميم طون الانترنت ما كايناش اللي غتعاون، كانت القضيه قاصحه عندي بزاف. المهم دابا الحمد لله كلشي تحل، انا عندي الخدمه ديالي هنايا، داري الحمد لله قرب نكملها، بقات لي غير واحد داكشي قليل. المهم راه من بعد ندير لكم جوله في بيتي. الانترنت يلاه البارح طلقوا لي الانترنت، دابا شهر وانا في هاد الدار هادي، يلاه البارح طلقوه لي، غير واحد المعاناه كانت. شنو اخر؟
هذا الشيء اللي كاين احبابي. هذا هو السبب ديال الغيبه ديالي. شكرا للناس اللي سولوا فيا، بغيت غير نطمنكم ما تخلعوش عليا، الحمد لله كل شيء بخير وانا رجعت لكم و مستعده اني نلبي الطلبات ديالكم على حساب فيديو جديد، على حساب الاقتراحات ديالكم. وتهلاو في راسكم، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. قبل ما ننسى، بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش عندي في القناه، كنتمنى انكم تشتركوا حيت غنحط مواضيع زوينه بزاف، شي حوايج اللي غتقدروا تستافدوا منها. باي باي.